هل ممكن لو اتعرفتي على حد بتصرحيه بتجاربك السابقة ولا ما بتحبيش تقول؟ لو اتعرفت على حد لا عادي ممكن اصرحه. لا هقوله طبعا، بحيث لو اكتشف حاجة يبقى هو عارف، يعني ما يعرفش من بره. بس انا واحدة من الناس لما بحب مثلا خلاص ارتبطت بشخص او دخل حياتي اكيد بقوله على اللي حصل، او هو اصلا هيجي يسألني. هو اعتقد ان هو لو حابب يعرف هقوله، لو مش حابب ومش قابل الموضوع مش هقوله حاجة. ايوه طبعا هقوله، مش هكدب عليه عشان تبقى بدايتها كده صراحة. لا طبعا، كل لو في تجربة سابقة لازم احكيها له طبعا، علشان احنا داخلين على حياة جديدة مع بعض ولازم نبقى متفقين يعني، ولازم يبقى عارف كل حاجة عني وانا عارفة كل حاجة عني. لا يمكن لا يمكن، الراجل الشرقي ما بيقبلش كلام ده خالص خالص، حتى لو وثق فيكي وكل حاجة ويقولك عادي احكي وكل حاجة، لو حكيتي هتبقى مشكلة كبيرة. هي حاجة برضو ترجع لي، لو هو يحاسبني على القديم انا برضو ممكن احاسب عليه. اللي فات ده بتاعي انا تمام، بس هو يسألني على الحاليا اللي انا بقى معاه، لكن اللي فات ده اصلا بتاعي انا خاص بيا. هو اللي فات مات خلاص، يعني هو بقى ليه باللي جاي.